يمثل الإعلام التربوي ركيزة مهمة في العملية التعليمية، من هنا جاء الاهتمام بتنظيم الملتقى السنوي للموسيقين الإعلاميين بمدارس محافظة ظفار، والذي يأتي في دورته الخامسة بتنظيمه من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار. ورعى فعاليات اليوم الأول لهذا الملتقى سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام. هذه ميزة ربما تتميز بها الآن المديريات التربوية في السلطنة، أن أوجدت قاعدة من التربويين للتعامل مع وسائل الإعلام ليكونوا ممثلين لمدارسهم لفعاليات التربوية المختلفة في وسائل الإعلام، وبالتالي سهلوا عملية التواصل بين هذه الوسائل وبين مختلف الفعاليات التربوية. الملتقى يحمل هذا العام شعار دور الإعلام الرقمي في حماية وتعزيز ثقافة الطفل، وذلك إيمانا بأهمية النشء وتربيته وتثقيفه حول أهمية الإعلام الرقمي ودوره في توصيل الرسالة الإعلامية بكافة مضامينها التربوية والاجتماعية. وجاء الشعار ليتزامن مع نهج السلطنة لجعل هذا العام عاما للطفل العماني. أنا وجدت أن خلال الورقة اليوم بحكم أنكم إعلاميين أنا تناول أولا مفهوم ثقافة الطفل كحق من حقوق هذا الطفل، ثم نتكلم عن بعض الجوانب المتعلقة بالتجارب الناجحة في حماية ثقافة الطفل أو حتى حماية الطفل ذاته. عقد هذا الملتقى اللي هو الملتقى الخامس أيضا على مدار 5 سنوات متتالية، هذا إضافة إلى بعض البرامج التدريبية التي تنفذ من قبل وزارة التربية والتعليم للمنسقين الإعلاميين، وهذا بدوره طبعا في النهاية سيساعد على إبراز الصورة الواضحة عن جهود المدارس وعلى ما يتعلق بوثائق التربية والتعليم الموجودة في المدارس وآلية التعاطي معها. إذا استطعنا أن نجعل التربوي فاهما لبيئته السياسية، واعيا بما يجري حوله في الوطن وخارج الوطن، بهذا الشكل نجعل من التربوي وهو يقوم بتعليم الأطفال وبتربية النشء هو ليس مجرد آلة للتلقين، وإنما هو إنسان بقدر ما هو واعي بالملكة الخاصة بالتربية والتعليم، هو أيضا ابن واع لبيئته السياسية. ويشارك في الملتقى الذي يقام على مدى 3 أيام بمسرح كلية العلوم التطبيقية بصلالة إعلاميون من داخل السلطنة وخارجها، يقدمون أوراق عمل في عدة محاور، منها أهمية الإعلام الرقمي في حياة النشء وتشكيل هويته الثقافية وتأثير القنوات الفضائية على تشكيل الثقافة الإخبارية والتقنيات الإعلامية الحديثة ومدى الاستفادة منها. ومن المحاور أيضا الفنون الصحفية المتنوعة وكيفية توظيفها في مدارس السلطنة والتصوير الصحفي والتوثيق وآلياته الحديثة. كما تم في أول أيام الملتقى تدشين صفحة المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وكذلك تكريم المشاركين في الملتقى والمنسقين الإعلاميين المجيدين والشركات الراعية والجهات المساهمة في تنظيم فعاليات هذا الملتقى. ورقة العمل هي عبارة عن فنون الخبر الصحفي، تركز بالذات على تعريف الخبر الصحفي وماهيته للمنسق الإعلامي. طيب كيف ترى أهمية مثل هذه المواضيع تطرح في مثل هذه الملتقيات؟ بكل تأكيد أخ محمد، الملتقى الإعلامي جاء خصيصا للمنسق الإعلامي في المدارس، وبالتالي الورقة ركزت على المنسق الإعلامي وكيف سيتعامل مع الخبر وكتابته. في هذا الملتقى قدر الإمكان حاولنا تدشين موقع المديرية والفيسبوك وتويتر على الإنترنت، أيضا عملية التواصل مع المنسقين الإعلاميين، بالإضافة إلى الخبرات الإعلامية والخبرات التربوية اللي استجلبناهم في هذا الملتقى سواء من السلطنة ومن خارجها. مشاهدين، احنا وصلنا إلى طبعا نهاية التقرير في اليوم الأول من أيام هذا الملتقى. هذا الملتقى بما يتضمنه من أوراق عمل يأتي تزامنا مع احتفال السلطنة أو تخصيص هذا العام ليكون عاما للطفل العماني. نتمنى هذا المؤتمر أن يحقق أهدافه وأن يتم الاستفادة من كل المحاور في هذا الملتقى. تقبلوا أجمل تحياتي، محمد بن أحمد السليمي، محافظة ظفار، صلالة.
حياكم أحبتنا من جديد في برنامجكم قهوة صباح. تابعنا تقرير الزميل محمد السليمي حول افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الخامس للمنسقين الإعلاميين في محافظة ظفار اللي يستمر طبعا لمدة 3 أيام واللي طبعا كان تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الإعلام. نحن راح يكون تواصلنا المباشر الآن مع الأستاذة ميزون بنت بخيت الشحرية نائبة المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة ظفار للشؤون التربوية والحديث تفصيلا عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملتقى. صباح الخير أخت ميزون. صباح الخير أخ راشد. حياك الله، كيف الأمور؟ تمام الحمد لله، حياك الله. كيف كان حفل افتتاح الملتقى والتفاعل المنسقين الإعلاميين والحقل التربوي بشكل عام مع فعاليات هذا الملتقى؟ الحمد لله التفاعل كان مجيد الحمد لله، وكان على كافة المستويات خاصة بالنسبة للمنسقين الإعلاميين في المدارس. نعم. أيضا المحاضرين ما شاء الله من خارج المحافظة. جميل الأخت ميزون، يعني الملتقى يقام للمرة الخامسة، ويعني نحن نعرف أن القطاع الإعلامي يشهد تطور كبير، عاد كيف إذا ربطنا القطاع الإعلامي بالقطاع الإعلامي التربوي، فوش هو الجديد اللي راح يحتوي الملتقى في نسخة الخامسة حتى يتواكب مع كل هذه التطورات الإعلامية والتربوية؟ بالطبع الملتقى الإعلامي الخامس للمنسقين الإعلاميين في محافظة ظفار. نعم. يأتي هذا الملتقى في عامه الخامس، ممكن نقول أنه هذا العام أو هذا الملتقى يختلف عن باقي الملتقيات، حيث أنه في هذا العام هناك طبعا في مستجدات كثيرة على المستوى سواء كان على مستوى النشأ كعام طفل، طبعا في توجيهات سامية بتخصيص عام 2012 عام للطفل. هناك أيضا تفاعل، قصدنا أيضا من الملتقى عملية التفاعل النشأ أو تفاعل الطلاب بطريقة آمنة على المواقع الإلكترونية أو جميل. على مواقع طبعا التواصل الاجتماعي على الشبكة العالمية الإنترنت. نعم. الحمد لله يعني قدرنا من خلال الملتقى الإعلامي الخامس للمنسقين الإعلاميين بالمدارس أن نحقق هدفين، طبعا هو هدف التفاعل جميل. مع المنسقين الإعلاميين، وأيضا هدف تفعيل دور الإعلام في تعزيز وحماية ثقافة الطفل. نعم. جميل الأخت ميزون، ما أعرف إذا تتفقي معي، اليوم الإعلام أو المنسق الإعلامي ما صار دوره فقط أنه ينقل الأخبار، ينقل الأحداث، ينقل الفعاليات، هو الآن أصبح مؤثر لأنه يمتلك شيء من الأسلحة وهو سلاح الإعلام، يعني يعتبر السلاح الفكري اللي يحقق الكثير من النتائج إذا استغل بالطريقة الصحيحة، فما أعرف كيف وصول هذه الثقافة وهذه الرسالة إلى المنسقين الإعلاميين معنا في المدارس حول دورهم الحقيقي اللي ما فقط يكتفي بنقل الأخبار والأحداث. بالفعل أخ راشد، طبعا دور المنسق الإعلامي الآن نرى نلاحظ أنه يفترض أن يتواكب مع المستجدات الموجودة. نعم. سواء كان مستجدات على الجانب التقني أو على جانب أيضا التواصل الاجتماعي والاهتمام بالنشأ، وهذا طبعا ما قصد منه من خلال هذا الملتقى. طبعا بالنسبة للمنسقين الإعلاميين من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا الملتقى يقوم بالتفاعل مع باقي المنسقين الإعلاميين في كافة أنحاء المحافظة. جميل. أيضا يكون في هناك تبادل خبرات ما بين كافة المنسقين الإعلاميين، هناك أيضا اطلاع باقي المنسقين الإعلاميين على كافة المستجدات الإعلامية، إضافة طبعا إلى إعطائهم جرعات تدريبية في ما يخص أيضا عملهم سواء كان كفنون صحفية أو كتصوير ضوئي أو طريقة كتابات الصحفية. جميل. طريقة التعامل مع الأطفال، طبعا كونه أن التربية والتعليم يعني تختص أيضا بهناك أيضا نتعامل مع فئات كثيرة من الأطفال من سن الصف الأول. نعم. نقول أو ما قبل المدرسة. صحيح. إلى أيضا الصف الثاني عشر، فبالتالي هناك شريحة كبيرة من الطلاب، أيضا يفترض أنه المنسق الإعلامي يكون لديه الخبرة الكافية وأيضا طريقة التواصل الجيدة بما تتناسب مع المستجدات التقنية. نعم. الموجودة. نعم. والتي ممكن أن نعتبرها أيضا هي ناحية استفادة وناحية أيضا تحديات للطفل الموجود إذا لم تكن هناك يعني مراقبة آمنة على كافة ما يقلب لهذا الطفل عن طريق المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. نعم. إذا سمحت لي أخ راشد أقول للجديد يعني بالنسبة لهذا الموضوع، طبعا بالنسبة للجديد عندنا تدشين موقع أو صفحة المديرية
على الفيسبوك وعلى أيضا تويتر وعلى اليوتيوب. بإمكان الطالب أنه يطلع على ما يحوي هذه البرامج طبعا بإشراف متخصصين من المديرية، بإمكانه أن يطلع على كافة هذه البرامج بطريقة آمنة، وأيضا نحقق منها تعزيز الطفل وأيضا حماية ثقافته وحماية هويته، بحيث أنه طبعا لا نترك هذه الهوية تنصهر أو أيضا تنقلق، وفي نفس الوقت يعني تكون تنفتح على العالم بطريقة آمنة يحمي النشأ وأيضا يساعد في تأصيل ثقافته وأيضا حماية مرتكزاته. لكن طبعا بطريقة مدروسة وبطريقة مقننة، لأن احنا نعرف أن عالم شبكات التواصل الاجتماعي أصبح يعني عالم يمكن يكتنف الكثير من الشائعات، الكثير من الكلام اللي يقال وهو غير مضبوط، لكن أتوقع أكيد أنكم في المديرية أكيد ستضعوا يعني الرقابة موجودة بشكل دائم وبشكل مستمر. نحن نشكرك على الدقائق الطيبة والجميلة، وكان ودنا أيضا يتواصل معنا الإعلامي محمد كريشان مذيع بقناة الجزيرة الفضائية الإخبارية حتى يتواصل معنا أيضا حول ذات الموضوع، لكن لظروفه طبعا الخاصة بالعمل اعتذر عن التواصل معنا. نحن نشكرك الأخت ميزون بنت بخيت الشحرية نائبة المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة ظفار للشؤون التربوية، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في ملتقاكم. شكرا حسن. أيضا نشكر كل الشكر الأخوان هناك والزملاء في محطة صلالة اللي تواصلوا معنا وسهلوا كل الإجراءات الخاصة بهذه التغطية، وإن شاء الله دائما متواصلين بالخير، نشكرهم على كل هذه الجهود الطيبة. متواصلين معكم أحبتنا في هذا اللقاء الصباحي من برنامجكم قهوة الصباح، وبعد الفاصل راح تكون معنا محطة صباحية جديدة.